أنهت أم أحمد زيارتها المسائية بسرعة، شربت قهوة لم تعجبها فاختصرت الساعتين إلى ساعة أو أقل، وغادرت مع ابنتها سحر بيت العروس غير المناسبة لابنها أحمد الذي يعمل في الخليج. إنها لطيفة هذه المرة ووجهها صافٍ، لكن شعرها خفيف يا أمي، صرحت سحر وهي تقود السيارة عائدة بأمها إلى البيت. وافقتها الأم هزة رأسها وهي تنظر إلى ساعتها. البارحة أخبرتني جارتنا أم سعيد عن فتاة بيتها ليس بعيداً عنا، سأهاتف أمها عندما أصل. تقول أم سعيد إنها صغيرة وطويلة، شاهدتها في حفل زواج أحد أقاربها وأخذت هاتفها. السلام عليكم مستمعينا، أنا ميم الكاوي وأنتم تستمعون إلى طباشير تنمحي لكنها تترك أثراً. الأسبوع الفائت زارت أم أحمد فتاتين، الأولى كانت ترتدي نظارة والثانية قصيرة وسمينة، وأحمد يريدها طويلة ونحيفة حتى لا تسمن كثيراً بعد الحمل والولادة. في الأسبوع الجديد الفتاة التي رشحتها أم سعيد لم تكن محظوظة أيضاً، فأثاث بيت أهلها على حد قول سحر ألوانه قديمة لا تتوافق مع الموديلات الجديدة، وسحر جزمت أن البنت ذوقها سيكون مثل ذوق أمها. زارت بعد أيام بيتاً جديداً، الفتاة طويلة حنطية البشرة وشعرها مائل إلى الشقار. تبادلت أم أحمد وسحر نظرات ارتياح. طالت الجلسة هذه المرة، تحدثت الأم بطيبة والفتاة كانت هادئة ترقب سحر وهي تتأملها من رأسها إلى أخمص قدميها. غادرتا البيت وبمجرد ركوب السيارة اندلق الكلام من لسان سحر. لم تتحدث حتى أنا، لم تحادثني، لم أرتح لها، ربما تكون قوية وتشيب رأس أخي، حرام، نريد بنت نغشة وتعرف التحدث مع الناس. دافعت أمها قليلا، بلكي خجلانة يعني مرتبكة، لأن الفتاة عندما تخطب لا تكون على بعضها وتتحرج من الحديث وتحمر و... ترد سحر مقاطعة، يا أمي أنا عندما خطبت كنت أتحدث بشكل طبيعي مع أني كنت خجلانة، لا أعرف، ضعيها على القائمة ربما أعجبت أحمد. بعد أسبوع راحة جددت أم أحمد الزيارات، هاتفت ثلاث سيدات للسؤال عن بناتهن. سألتهن عن عمر الفتاة وشكلها، دراستها، عملها. كانت واحدة كبيرة قليلاً على أحمد، عمرها 25 عاماً وأحمد لم يكمل عامه 29. أما الأخرى فلم تكمل دراستها الجامعية وهو يريدها خريجة جديدة، لكن ربما تراها وإن أعجبتها يقام حفل الزفاف بعد التخرج. ورد الجولي غنى ودنا ودنا. أما الأخيرة فقد وافقت تطلعات الأم، بيضاء شقراء عيونها ملونة طويلة على حد وصف الأم، وهي خريجة من شهر فقط. بسرعة أخذت موعداً للزيارة وجلست أكثر من ساعتين عندهم، أعجبها كل شيء. أما سحر فقد صمتت عن الكلام المباح ولم تعلق كثيراً، فالبنت كامل مكملة كما قالت أم سعيد. عندما عاد أحمد في إجازته نصف السنوية العاجلة كانت الأخيرة أول عروس يزورها مع أمه وأخته سحر. أعجبه شكلها وطولها وحدثها قليلاً، تبدو مؤدبة وأهلها محترمين. صرفت أم أحمد النظر عن العرائس الأخريات وبدأوا السؤال عن أهل الشقراء من الجيران وبعض المعارف، ثم قرروا أن يهاتفوهم لزيارة ثانية يتفقون بها على الخطبة. هاتفت أم أحمد أم العروس بلطف وبفرح، لكن الأم هذه المرة رحبت بها بفتور وقالت لها باستحياء إن البنت جاء لخطبتها قبل يومين طبيب. وفي الحقيقة البنت ارتاحت للطبيب، كما تعرفين يا أم أحمد الزيجات نصيب. أغلقت أم أحمد الهاتف ممتقعة، سرحت قليلاً تفكر في الأمر وحاولت إبعاد الأفكار السيئة عن دماغها، ثم أمسكت هاتفها من جديد للبدء بجولة بحث جديدة حثيثة هذه المرة مع جارتها أم سعيد. أنا ميمة الكاوي وأنتم استمعتم إلى طباشير تنمحي لكنها تترك أثراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.